منتخبون وموظفون ببلديه خنجة سيدي ناجي الواقعه اقصى شرق بسكره مطلوبون من طرف العداله في سابقه كان وراءها عضو منتخب يتهمهم بالفساد. بصفتي نائب رئيس بلديه خنجة سيدي ناجي شاهدت عده تجاوزات من رئيس بلديه خنجة سيدي ناجي واعضاء وموظفين وهذه التجاوزات ازدادت يوم بعد يوم وعندها تقدمت بشكوى الى وكيل الجمهوريه سيد عقبه والى النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة العضو المدعي يصرح بان ما بدا منه كان سببا في اقصائه من النيابه هذه التجاوزات قديمه من بدايه العهده كي هضرنا وتكلمنا قاموا اولا باقصاء من لجنه الصفقات وثانيا قاموا باقصاء من النيابه رئيس بلدية خنقة سيدي نجي أوضح للشروق أن العضو المدعي كان ذا حظوة في المجلس قبل أن يقرر الأغلبية تحييده بسبب ما أسماه الرئيس سلوكات لا مسؤولة وأضاف اكثر ما قام به الشخص هو اعتداءه لفظيا في في حق زميله زميله عضو مجلس الشعبي البلدي والقضيه رفعت الى العداله وفيها حكم ابتدائي، المجلس الشعبي البلدي راى ان هذا الشخص لم يعد يليق بتاديه دور نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، لهذا السبب قام هذا الشخص برفع عارضه كيديه انتقاميه وبخصوص القضايا التي تضمنتها شكوى المدعي يوضح الرئيس قائلا ابدا بقضيه الخزينه، هذا الشخص كان رئيس لجنه البناء والتعمير وكان نائب رئيس بلديه وكان هو المخول بمتابعه هذا الموضوع لماذا لم يتحدث عنه في حينه؟ ان هذه القضايا رفعتها البلديه في تق... في تقارير عديده الى مختلف صور.